السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال هذا الفيديو حبيت نشكر كل المتابعين اللي دائما يستناو جديد تعليمكم، وحبيت نقول لكم باللي التعليقات تاعكم كلها نقرا فيها، لكن في بعض الاحيان يتعذر علي الإجابة، الله غالب الوقت ما يكفيش، خاصة وان في اخر السنة الدراسية، يعني البرنامج مازال ما خلصش وكاين ضغوطات من حيث طلبات تاع المتابعين، سواء كانت على الفيسبوك ولا هنا على اليوتيوب. لهذا قررت اني نجاوب على التعليقات تاعكم من خلال فيديو نقرا يعني اهم التعليقات ونجاوب على الأسئلة. إذن لدينا هنا تعليق يوسف، اين شرح الدروس من فضلك المتبقية؟ لا تنسينا ولفتينا. والله مستحيل نشرح كل دروس البرنامج، انا يعني نركز على اهم الدروس، على الدروس اللي تكون اكثر تعقيد على التلاميذ فقط. التعليق الثاني ناريمان، والله يا استاذه نفرح كي نسمع صوتك، من فضلك شرحي لنا دروس كتاب الرياضيات ودفتر الانشطه سنه الثالثه صفحه 39 من الكتاب، ساعدينا اختي الدروس صعبه وجزاك الله خير. جزانا الله وإياكم أختي. دروسنا الثالثة كنت قد نشرت عدة فيديوهات، ادخلي على الفيديوهات القناة واكتبي السنة الثالثة يظهر لك كل الفيديوهات اللي نشرتهم السنة الماضية. ننتقل إلى تعليق آخر. السلام عليكم، نشكركم ملاكي على مجهوداتك المبذولة، نتمنى تعملي لنا مراجعة للغة الفرنسية وجزاك الله كل خير. سيرين، شكرا لك أختي. نعم، اللغة الفرنسية بإذن الله راني نوجد في المراجعة تاعها، وراح ننشرها بإذن الله بعد الرياضيات. ألف شكر، لو يكونوا متبوعين بتمرين أكيد راح نقوم بنشر تمارين على الكسور، لكن نفضل قبل نحط الكسور العشرية باش هكذا ندمج التمارين كلها ما بين الكسور العادية والكسور العشرية. نادية خوجة، مرحبا بك سيدة، شكرا كثيرا، ربي يحفظك إن شاء الله ويحفظكم أنتم تاني، يعطيك الصحة، نفرح كي نشوفك ونسمع. محمد نايات، شكرا أستاذة الفاضلة، كفيتي وفيتي، كل يوم جديد ما شاء الله عليك، عندك طريقة سهلة مبسطة للفهم استمري، شكرا. موموح كسوري، تعيشي يا أختي، راني حابة حل الحصيلة 5 صفحة 86-87 للرياضيات، ربي جازيك، سأحاول نشرها، إن لم أستطع نشرها بالصوت والصورة سأنشر الحلول بإذن الله، يعني فيديو بدون صوت. زكية شايب، من فضلك تلخيص دروس الدولة العثمانية بشرح بسيط لكي يستوعبه التلميذ عاجل. سأحاول أخت عمل خريطة ذهنية كما تعودنا، يعني نلخص جميع الدروس في خريطة واحدة، يعني كما قلت من قبل يعني المشكل في الوقت. نقرأ تعليقات أخرى. أم محمد، وضعيات إدماجية لإختراعات الكتاب الحاسوب، أكيد راح ننشر وضعيات إدماجية يعني كما تعودنا في كل مقطع، في آخر المقطع ننشر بعض الوضعيات الإدماجية المحتمل أنها تطيح في الامتحانات. تحتح أسامة، بارك الله فيك، مازال النجاح، ربي يحفظك، شكرا. ما شاء الله، شرح مفهوم وواضح، بوركتي نافع أيد قاسي، بوركتي أستاذة، ربي يحفظك، إيمان. مينابا، من فضلك أستاذة حل حصيلة وأجند معارفي ومعالجة 6 من كتاب السنة الرابعة ابتدائي أرجوك. والله كما أخبرتكم منذ قليل، يعني كي ما نقدرش ننشر الفيديو بالصوت والصورة راح ننشر الحلول بدون صوت. سليمان، على سلامتك، رجعتي لينا بخير، تكملي خير، ربي يحفظك. والله غير سمحوا لي، يعني كانت عندي ظروف، يعني على هذا ما قدرتش ننشر فيديوهات. الان باذن الله سنكمل معا مشوار السنه الرابعه. نبيل بيتش، استاذة الكريمه ديري لنا مراجعات في جميع دروس السنه الثالثه وبارك الله فيك. والله المراجعات موجودة، فقط اكتبوا السنة الثالثة ابتدائي في فيديوهات في داخل قناة تعليمكم، ودخلوا مباشرة في القناة في فقرة من مكتوبة فيديوهات، تم اكتبوا السنة الثالثة ابتدائي، خرج لكم كل الفيديوهات الخاصة بالسنة الثالثة.
فيها مراجعات، فيها نماذج اختبارات، فيها وضعيات إدماجية، يعني تلقوا كل ما تريدون. فوزية رامول، أرجوك الأب أنا فيديو عن القلم. والله ما فهمت هذا التعليق، لو تكرمتي وتبعتي لي تعليق آخر بالك نفهم. محمد نايات، شكرا أستاذة الفاضلة، كفيتي ووفيتي، شكرا لكم. سهلة سيد أحمد، السلام عليكم أستاذة، ابني ضعيف في التحويل الرياضيات، من فضلك دعمك وشكرا. والله التحويل في الرياضيات كنت حطيته أنا عدة مرات في التمارينات، كنت نشرتهم من قبل، سواء كان في الساعات ولا في الأطوال ولا في الأوزان، موجود يعني في تمارينات، دخلي في الفيديوهات اللي فيهم تمارينات الرياضيات تلقاي الطريقة المبسطة. ميدو أيوب أماني، على سلامتك، هذه غيبة، والله دائما استناك تعيشي كترينا من شرح الدروس، رانا والفناك خاصة في الرياضيات واللغة والفرنسية، وربي يجازيك كل خير. والله كنت شرحت من قبل، يعني كانت عندي ظروف على هذه، طولت عليكم شوية. بخصوص الدروس ما نقدرش نحط كل الدروس نشرحهم درس درس، خاصة وأن كان هناك قناة يشرح الدروس يعني من البداية إلى النهاية. أنا قلت المفاهيم الأكثر صعوبة على التلميذ، خاصة المواد الأساسية كاللغة العربية، الرياضيات والفرنسية، يعني الأشياء اللي تجيهم شوية والمفاهيم اللي تجيهم صعبة للتلاميذ هي اللي نحط عليها فيديوهات، وأيضا نركز على حلول نماذج اختبارات. ليلى مالك، الله يمتعك بالصحة والعافية، بارك الله فيك أختي، شكرا. ماريا هاني، شكرا، الشكر لكم. أم محمد، أم محمد، بارك الله فيك، من فضلك دروس اللغة. أم محمد، أم محمد، أنا حطيت فيديو قبل هذا الفيديو، قبل الكسور حطيت فيديو على مراجعة عامة للمقطع السابع. وليد 22، وليد 22، سلام أستاذة، ما كملتيناش المراجعة الخامسة بالسنة الخاصة بالسنة الخامسة، ما كملتهاش، يعني قلت بلي كانت عندي ظروف، لا غالب، وأيضا المتابعين اللي مهتمين بالسنة الرابعة يعني داروا عليا ضغوطات، ما قدرتش نقسم وقتي ما بين السنة الخامسة والسنة الرابعة، متأسفة. أم صهيب سيرين، جزاك الله خير أختي، جزانا وإياكم. لم يفار، شكرا على طريقة الشرح الرائعة، أرجو منك شرح درس التناسبية مع الشرح، يعني كاين فيديوهات على التناسبية تقدري تطلعي عليهم. خيرة في الله، شكرا على كل شيء، الشكر لكم. طالب رباح، ألف ألف شكر يا أستاذتي المحترمة، جزاك الله كل خير، جزانا وإياكم. يوسف يوسف، طال غيابك، هملت بلا بيك، سلامي. الله غالب، الله، كانت عندي ظروف. نينو نورينو، الله يعطيك الصحة، ما سمحتيش فينا، حنا اللي ما عندناش فيس، راني نستنى فيك، هذا شحال راني ضايعة بدونك، رجعي كيما كنتي في الأول، كنتي تشرحي لنا كامل الدروس وربي يجازيك، خذي طلبي بعين الاعتبار. والله غير الدروس ما نقدرش نشرحهم درس درس، يعني يدو بزاف وقت، وكان تعرفوا شحال يتعبوا الناس اللي يديروا فيديوهات على اليوتيوب من تصوير ومن مونتاج ومن تحضير الدروس، يعني الله غالب الوقت اللي ما كاش، ولا 24 ساعة في النهار لا تكفي. نوب نوب، ديري كسور تنين كراس النشاطات ان شاء الله. جود دودا، يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة انتم ايضا، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، جزاك الله ألف خير. ألي أبوزي، أبدوزي، ربي يجازيك وشكرا على الشرح المبسط، واصلي لأن الدروس راهي تصعب، الله يكون في عون التلاميذ، من فضلك عاونينا قدر المستطاع، والله لا ينسى أجر المحسنين. والله راني ندير كل مجهود تاعي باش نعاونكم بإذن الله، نكملوا السنة الرابعة هذه وينجحوا كامل التلاميذ بإذن الله. شكرا أستاذة، العفو، مشكورة، شكرا، جزاك الله خير، العفو. هارون الهيوي، جزاك الله خير على المجهودات. إذن هذه كانت كل التعليقات والأسئلة اللي طرحتوهم لي في درس كسور، وإن شاء الله حيكون عندنا كل مرة نحط فيديو نقرأ فيه التعليقات ونجاوب على الأسئلة اللي طرحوهم لي، سواء كانت خاصة بالدرس اللي موجود في الفيديو أو في دروس أخرى.
ما عليكم سوى ترك تعليق في هذاك الفيديو، بإذن الله حنجاوب على كل الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، ولكي يصلكم الجديد لا تنسوا الضغط على الاشتراك وزر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.